نشرة أخبار الثامنة من العراقية الرياضية، أهلا بكم إلى أبرز العناوين. بعد قرار فيفا الاتحاد الآسيوي يقرر إلغاء بطولتي كأس آسيا والشباب والناشئين لكرة القدم. بعد الخسارة من زاخو إدارة الزهراء تؤكد استقالة باسم قاسم والجماهير تطالب بتحسين النتائج. الشباب والرياضة النيابية تعلن رفضها لخرق بعض الجماهير لقرارات خلية الأزمة وتطالب بوضع حد لها. من جديد أهلا بكم. قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء بطولتي كأس آسيا للشباب تحت 19 عاما والناشئين تحت 16 عاما. وقال نائب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي عبد الخالق مسعود للعراقية الرياضية إن الاتحاد الآسيوي قرر إلغاء بطولة آسيا للشباب والتي كان من المقرر أن تقام في أوزبكستان في آذار من عام 2021 وبطولة الناشئين التي كان من المقرر إقامتها في البحرين في نيسان من العام ذاته تزامنا مع قرار الاتحاد الدولي فيفا بإلغاء بطولتي كأس العالم للشباب والناشئين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. هذا وكانت قرعة نهائيات شباب آسيا في أوزبكستان التي جرت في حزيران الماضي وضعت منتخبنا الوطني للشباب في مجموعة قوية ضمت بالإضافة له منتخبات كوريا الجنوبية واليابان والبحرين. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الكابتن قحطان شثير مدرب منتخب الشباب. مرحبا بك كابتن قحطان في نشرة أخبار الساعة الثامنة. أهلا وسهلا بك، تحية لك ولا جمهورك الكريم. كابتن، بداية كيف استقبلتم قرار الاتحاد الآسيوي بإلغاء بطولتي الشباب والناشئين بعدما أكملتم أغلب التحضيرات للمنتخب لهذه البطولة؟ الحقيقة انه القرار يعني كنا متوقعين بسبب انه بطولة العالم للشباب والناشئين تم الغائها، فكانوا يدرسون موضوع الغاء بطولة الشباب. واحنا كنا يعني تعرف من حضر الى يعني معسكرات ومباريات لان كانت مجموعتنا اليابان وكوريا والبحرين، وهذا امر طبيعي يعني انه هاي البطولة لغت و يحتاج للمستقبل انه تكون بدائل حتى انه طيب. الجيل هذا يكون يعني ما اخذ فرصته الكامله بسبب نعم. احنا تاهلنا وحطنا هذا بالصعود، لكن بعد هذه الجائحه هي سببت مشاكل لجميع العالم، فاحنا يعني اسوة بالدول العالميه احنا يعني القرار. طيب كابتن قحطان، يعني المنتخب في طور التحضير لمعسكر في كربلاء وكان من المقرر اقامته استعدادا لهذه البطوله، بعد الغاء البطوله هل ستلغى المعسكرات والتحضيرات للمنتخب ام تستمرون في هذا النهج؟ احنا ما عندنا مباراتين مع لبنان، يعني مو معسكر، مباراتين يوم 6 ويوم 9 نعم، ومكملين كل الامور الحجز والامور الاخرى، فطبيعي يعني نلعب المباريات يعني حتى اذا لغت بطوله الاسيا للشباب انت عندك فريق وعندك لاعبين هم المستقبل، يعني مو شرط انت يعني اسيا انها والتحضيرات انت لازم تنهي كل شيء، فلازم اكو البدائل. واحنا يعني قلت لك عندنا معسكر بعد ما يمكن ما نحتاجه او ما اعرف شنو راي الاخوان بالاتحاد ونجلس ونشوف شنو الاوضاع اللي راح تصير، واحنا يعني موضوعنا موضوع طبيعي جدا لازم الامور تكون طبيعيه، لكن يحتاج للمستقبل حلول للمنتخبات حتى يكون يعني بتكامل يكون بالتدريبات يواصلون عملهم، لان تعرف لا بطولات لا تدريب لا مباريات راح يصير فراغ كبير لهاي الاعمال اللي هي مواليد يعني مواليد من 2001 ل غايه 2004 و5 نعم. يحتاج لهم عمل مباراه، راح نشوف الاتحاد احنا نشوف موضوع طيب كابتن قحطان
بما أنه ذكرت أنه هؤلاء من المواليد الصغيرة واللي عملتم كثيرا على أن تكون المواليد الحقيقية لهذا المنتخب، ما هي الخطط المستقبلية لهذا المنتخب في سبيل رفد المنتخبات الوطنية للفئات المتقدمة مستقبلا؟ احنا بالنسبة لعقودنا تنتهي 1/4، نعم، يعني باقي لها 3 أشهر إلى 4 أشهر، فلازم نشوف احنا الموضوع اللي راح يصير شنو مع المنتخبات، مع الاخوان، خطة العمل شنو، يجوز يكون الغاء للمنتخبات او ياخرون توقيع العقود او عندهم يعني مدربين غير مدربين، ما اعرف خطة العمل اللي راح تصير حتى انا اقدر اصرح. فانا اللي اعرف انا انه عقدنا ينتهي كان 1/4 والبطولة كانت بالثالث، ويعني كنا منتظرين انه يتأهل الفريق مثلا لكأس العالم او ما يتأهل، حتى يكون بعدها شنو اللي راح خطة العمل. خطة العمل يوضعها الاتحاد، تعرف المدرب ما يوضع خطة عمل مثلا 2 أو 3 أو 4، هاي راجعة للاتحاد. نتمنى انه الامور تكون واضحة، وانا قلت لك 1/4 تنتهي جميع العقود، واتمنى الموفقية لل يعني كل من يدرب المنتخب او موجود مع المنتخب او يريد يخدم المنتخبات الوطنية وكل خدمة للعراق. نعم، الكابتن قحطان شثير مدرب المنتخب الوطني للشباب كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعلنت إدارة نادي الزوراء اعتذار مدرب فريقها الكروي باسم قاسم عن تكملة مشواره مع الفريق، وذلك بعد الخسارة المفاجئة له أمام زاخو ولم يحضر تدريبات الفريق صباح اليوم. وجاء الاعتذار بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الجولات الأول للدوري الممتاز، حيث جمع 16 نقطة من 11 مباراة. هذا وسيقود المساعد حيدر عبد الأمير فريق النوارس للمباراة المقبلة أمام فريق القاسم. غاضب من نتيجة مباراتنا مع فريق الزاخو، من حقه، وهذا دائما قلت لك كل من أركاننا 4 استمعنا، هم بالعكس يعني كان خلافهم يعني على النتائج، خصوصا عندنا 7 تعادلات. الآن الفرق بين الأول والخامس بحدود 5 نقاط، عملية أعتقد ليس صعبة، والعملية واردة، مباراة كرة قدم هي فوز وخسارة، وأعتقد شفتوا شاهدتم الجمهور كان يشجع اللاعبين متماسكين. فيما يخص الكابتن باسم قاسم، كل يسأل على كابتن باسم قاسم بعد انتهاء المباراة، الرجل يعني بشكل ودي واعتذر بشكل رسمي، يعني قال انا ما اقدر اكمل المسيرة بس عندي جلسة معاكم، وان شاء الله اليوم احنا كإدارة جالسين مع كابتن باسم قاسم لننهي الامور بشكل تراضي بين الاطراف. مباراة راح يقودها الكابتن حيدر عبد الامير، وهو ابن النادي ويعرف اللاعبين يعني، واكثرهم هو لاعب معهم. هذا وتجمع عدد من جماهير الزوراء أمام مبنى النادي مطالبة الإدارة بتحسين مستوى الفريق والظهور بصورة أفضل في الفترة المقبلة. طبعا مثل ما تعرفون هو أنت تكون محب حقيقي من فريقك ينتكس، يعني انا مو اريد فريقي بس بالفوز او لا اوقف وياه بالتعادل وبالخساره، ومثل ما تعرفون وارصد دليل هذا اليوم جمهور نادي الزوراء، تعرفون اليوم اربعاء يوم دوام رسمي، حضر الجمهور وانتم تشوفون وخلف الكاميرا تم اكو جمهور. نشكر جمهور نادي الزوراء، اتعلمنا من الكبار من عشقنا هذا النادي ان نوقف معه بالسراء والضراء. الحمد لله والشكر، عندنا مطالب قدمناها للإدارة بكل احترام. أنت اليوم كل الحب والاحترام للجنرال باسم قاسم أبو إيهاب، أخذ ويانا دوري بدون خسارة، هذا شيء ما ننساه. بس أنت اليوم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. إحنا اليوم من يجي جمهور الزوراء، يجي جمهور الزوراء هذا كله قاعد، كل الحب والاحترام لهم، اخوتنا ومؤدبين ومحترمين، من نقول له اقعدوا هم اكو بهم اكبر من عندناكم واصغر من عندناكم بعمرنا دا يحترمنا. بس من اجت الاداره واجا اللاعبين جليز زيدان وحيدر عبد الامير، انا احسبهم ولد النادي ما احسبهم كادر تدريبي.
احسبهم ولد النادي. يعني اليوم الكادر التدريبي ما احترم جماهير نادي الزوراء. سوينا التجمع بثنتين الظهر، كون التمرين بثلاثه، قلنا التمرين الحضور بثنتين، احنا ما قلنا مظاهرات. أكد مدرب فريق النجف حسن أحمد للعراقية الرياضية استقالته من تدريب الفريق بسبب عدم دفع المستحقات المالية للفريق، وأضاف أنه تنازل عن 90 مليون من الموسم الماضي، وبين أن مباراة الحدوث ستكون الأخيرة له مع الفريق، وأضاف عدم تفاوضه مع نادي الزوراء وأنه يحلم بتدريبه وأمنية حياته قيادة فريق الزوراء. يعني أنا ما عندي فلوس، ما عندي مصرف، ما عندي كاروة أروح وأجي بيها، أكيد أنت تتألم يعني أمام هذا الجهد اللي يبذله اللاعب. أنا كمدرب يعني إذا ما أقدر أحصل حقوق اللاعبين يعني ما ممكن أبقى بالفريق. طالبنا أنه تسدد على الأقل الدفعة أو نص الدفعة الأولى، والرواتب اللاعبين والمدربين اللي هي يمكن ما تتجاوز 150 مليون كل الفريق ممكن أنت تعبر بها حتى للمرحلة الثانية. أمام هذا أنا يعني ما عندي غير حل أنه سوى يعني قدمت استقالتي من تدريب الفريق وانطيتهم يعني مدة انه يدورون مدرب خلال هاي الخمسة ايام، لان انا كجانب ادبي واخلاقي انه ما اتخلى عن الفريق، لان فريقي واتمنى له الخير، وعلاقتي بالادارة جيدة وعلاقتي بالجمهور الكريم جيدة جدا، فما ممكن اتخلى بهذا يعني الامر. يعني فاتحونا انا والكابتن بها اكثر من فريق يعني حقيقة، لكن احنا من يعني رغم العروض اللي جانا يمكن يفوق عرض نادي النجف، لكن ما تخلينا عن نادي النجف. اعلن مدرب فريق القاسم جاسم جابر استقالته من تدريب الفريق الكروي، هذا واكدت ادارة نادي القاسم تكليف الملاك التدريبي المساعد المتمثل بفلاح حسن وجاسم سلطان لقيادة الفريق في مباراة الزوراء بدلا عن المدرب المستقيل. يذكر أن فريق القاسم يحتل المركز 18 بجدول ترتيب دوري الكرة الممتاز برصيد 90 نقاط. أكدت لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي رفضها لحالة الخرق من قبل بعض جماهير الأندية لقرارات خلية الأزمة بدخول الملاعب خلال مباريات الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى بكرة القدم. وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عباس عليوي إن اللجنة لديها الكثير من التقارير والصور حول بعض الخروقات التي تشهدها بعض مباريات الدوري الممتاز وخصوصا دوري الدرجة الأولى، مبينا أن من واجب الاتحادات الفرعية والأندية الرياضية الموجودة في تلك المحافظات رفع مستوى التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحافظين من أجل السيطرة على الملاعب. وتابع عليوي أن على الهيئة التطبيعية ووزارة الشباب والرياضة التواصل مع الأندية للتجديد على فرض القانون ومتابعة تطبيق القرارات الصادرة من وزارة الصحة والبيئة بعدم دخول الجماهير. أكد عضو الملاك التدريبي لفريق الكرخ أحمد عبد الجبار أنه تمكن من إخراج الفريق من الوضع النفسي السيء بعد رحيل المدرب الأول كريم سلمان الذي توفي في الثاني من الشهر الحالي إثر إصابته بفيروس كورونا. وقال جبار إن إدارة الكرخ ما زالت مستمرة بقرارها السابق ببقاء المدرب الراحل كريم سلمان كمدرب من دون الاستعانة بمدرب أول، مع احتفاظ الراحل بكافة حقوقه المالية من رواتب شهرية ودفعة عقد، مشيرا إلى أن عمله كمساعد وحيد قد يؤثر على مجريات العملية التدريبية، مقترحا على إدارة الكرخ إضافة مساعد مدرب آخر للفريق لتكملة مشروع الراحل كريم سلمان الذي ما زال الجميع من إدارة وملاك تدريبي ولاعبين مصرين على إتمامه. اختار نجم المنتخب الوطني بكرة القدم بشار رسن وجهته المقبلة بعد نهاية رحلته في الدوري الإيراني. وقال وكيل أعمال اللاعب أن بشار رسن اختار نادي قطر القطري وسيوقع على عقد انضمامه رسميا خلال الساعات المقبلة. وكانت أندية الريان والدحيل قد أبدت رغبتها بالتعاقد مع رسن، لكن قطر أنهى المفاوضات مبكرة. اختتمت في قاعة المركز التخصصي بكرة القدم الدورة التدريبية لمدربي المدارس التخصصية لرعاية الموهبة الرياضية لكافة الألعاب والتي استمرت ليومين.
كاميرات. مدربو المدارس التخصصية لرعاية الموهبة الرياضية دخلوا في بستان المعلومات على مدى يومين، قطفوا من خلالها آخر المستجدات التي تحدث على الساحة الرياضية لغرض الاستفادة منها وتطبيقها على لاعبي المدرسة للوصول بهم إلى مراحل جيدة من التطور والإبداع. ضمن خطة دار الشؤون الإقاليم والمحافظات قسم رعاية الموهبة الرياضية قامت دورات تدريبية وتطويرية للمدربين العاملين بكافة الألعاب في المراكز الموهبة الرياضية. بصراحة ارتينا بهاي الدورة انه بعض المعلومات عن قياس الجهد البدني اثناء الوحدة التدريبية باستخدام التكنولوجيا الحديثة على مدار يومين لكل المدربين العاملين عندنا في مراكز الموهبة. اكيد كل مدرب يسعى انه يقدم خبرة ويقدم معلومة ويقدم شيء للمنتخب مالته او اللاعب مالته. فأكيد الوسائل اللي هي مثل الأجهزة والأدوات اللي هي المساعدة نعتبرها خصوصا بهذا العصر الحديث عصر التطور أنه تدعم بشكل عالي هذا اللاعب، يعني حقق إنجاز من خلال استخدام أدوات اللي هي مثلا احنا اليوم راح نستخدم جهاز بولار. الدورة التدريبية وإن كانت قصيرة بأيامها لكنها كانت مفيدة وغنية بالمعلومات التي تلقاها المدربون نظريا وعمليا، ما فتحوا الباب لطرح الأسئلة على المحاضرين الذين ردوا على كل نقطة صغيرة وكبيرة لتسليحهم بكل شيء. طبعا استفاد منها استاذ المعلومات اللي تجينا يعني جاهزة، يعني جاهزة وفقط يراد لها تنفيذ من خلال المدرب، يعني الدكتور الباحث اللي دا يجي يوصل المعلومة يقول لك فقط روح طبق. الأجهزة الموجودة اللي البولر واللي دا توصل يعني تطور عالي تجينا بس يعني بشيء قليل نقدر نستفاد منها على الأقلية عندنا على الظروف الموجودة عندنا. مدربين الشباب نحتاج إلى خبرات هواية نكتسبها، وخاصة مثل هاي الدورات تكون بيها تكنولوجيا. احنا يعني متراجعين بالرياض عن باقي الدول لان نفتقر للتكنولوجيا، نحتاج الى تكنولوجيا جدا عاليه بالقياسات البدنيه بالقياسات الجسميه، هاي كلها احنا نحتاجها بجميع الالعاب وليس لعبه مختصه. المدربون لهم خبره جيده في مجال تدريب المواهب لسنوات طويله، لكن هذا لا يمنع من تحديث خبراتهم دائما بدخولهم بمثل هكذا دورات لها أهمية بالغة في تطوير رياضتنا العراقية نحو الأحسن. دورات لها فاعلية عالية في زيادة وتطوير إمكانية المدربين فنيا للسير بالطريق الصحيح الذي يوصلهم إلى كنز المعلومات ما يخدم اللاعبين في جميع الألعاب الرياضية. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد. تغلب فريق مصافي الوسط على المتصدر الشرطة بهدفين لهدف واحد ضمن منافسات الدوري الممتاز بكرة الصالات. الوصول إلى الصدارة وخطف اللقب، هذا ما يسعى إليه فريق الشرطة لكرة الصالات عبر بوابة مصافي الوسط في قمة مباريات دوري كرة الصالات بجولته العاشرة. ومع صفارة البداية انطلقت تهديدات لاعبي المصافي لمرمى منافسهم حتى تمكنوا من افتتاح التسجيل لينتهي الشوط الأول بالهدف الوحيد. وفي الشوط الثاني حاول عازفو القيثارة العودة للمباراة، لكن لاعبي المصافي عززوا تقدمهم بالهدف الثاني، وحاول الشرطة تقليص الفارق حتى تمكن من ذلك ليسجل هدفا لم ينفعه، حيث أنهى المصافي المباراة لمصلحته بهدفين لواحد. مباراة كانت صعبة طبعا، فريق الشرطة مصدر وإذا يجي يخسر بصعوبة، ما يصل لأن الموسم الفات اللغة والقبل ما عنده اخذ دوري وما عنده خساره، وهذا الموسم يعني هم عنده منافس بس نفط الوسط ونفط الجنوب، يعني هو الافضل لان نتائج جيده واحنا غلبنا اليوم طبعا مباراه قويه لان ولدنا يعني يوم قدموا مباراه كبيره. الحمد لله على كل حال، هي ظروف كره القدم، يوم لك يوم عليك. شفت يعني الفريق الخصم من اخطاء اجت الاهداف يعني، والفريق كان متفوق بس الحظ يعني مو يعني اليوم. فريق الشرطه فريق من افضل الفرق اللي بالدوري وتنافس على اللقب، طبعا هذا فوز راح يرجعنا الى المنافسه لان النادي مر بظروف ازمه ماليه، يعني من فتره احنا ما نستلم رواتبنا. احنا كنا الافضل بس الحظ ما حالفنا، والفريق ضدنا دافع هو يدافع بس احنا ما حالفنا الحظ، والحمد لله على كل حال. وبهذا الفوز اضاف فريق مصافي الوسط 3 نقاط لرصيده ليبلغ 15 نقطه
ويبدد أحلام الشرطة. سيف الخرسان، العراقية الرياضية. حدد الاتحاد المركزي لكرة السلة يوم الخامس من شهر كانون الثاني موعدا لاستئناف منافسات الدوري الممتاز بكرة السلة. وقال أمين سر اتحاد كرة السلة خالد نجم إن الاتحاد قرر بالاتفاق مع الفرق إقامة المنافسات في الخامس من الشهر المقبل، وأن تقسم المنافسات في بغداد وكركوك، مضيفا أن الفرق التي ستتنافس في كركوك هي نفط الشمال وغاز الشمال وزاخو، إضافة إلى نفط البصرة، بينما الفرق المتنافسة في بغداد هي النفط والشرطة والكهرباء والحشد الشعبي والخطوط والعظمية والتضامن النجفي والحلة. هذا وتصدر فريق النفط ترتيب دوري السلة الممتاز برصيد 12 نقطة، متفوقا بفارق النقاط على وصيف فريق الشرطة وفريق الحشد الشعبي صاحب المركز الثالث. أقامت لجنة الركب بالتعاون مع نادي الكهرباء مجلس عزاء على روح الراحل أحمد قاسم رئيس لجنة الركب وعضو الهيئة الإدارية لنادي الكهرباء. هذا العام وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة دون على صفحات أيامه السود رحيلا آخر، انتاب الوسط الرياضي عندما ودعنا أحمد قاسم رئيس لجنة الركبي وعضو الهيئة الإدارية لنادي الكهرباء. ومن لمسات الوفاء وجد الطرفان ضرورة لإقامة مجلس عزاء يتبادلون فيه مع الآخرين تعازي الرحيل. فقدنا أخ وصديق عزيز وإنسان ومؤسس لنادي الكهرباء اللي هو الأستاذ أحمد قاسم، فقده يعني خسرنا قامة رياضية كبيرة، قامة رياضية كبيرة بنادي الكهرباء وبالوسط الرياضي. رحم الله الفقيد أحمد قاسم وأسكن فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وجعلها آخر أحزان الرياضيين. نعزي الوسط الرياضي يا جماعة اليوم برحيل شخصية مهمة من الشخصيات الرياضية في العراق والشخصيات العالمية أيضا. لا اعتراض على حكم رب العالمين، لله ما أعطى ولله ما أخذ. اليوم هو أحد مؤسسين لعبة مهمة ولعبة أولمبية كرة الركبي في العراق. إن شاء الله رب العالمين يمكننا من إكمال مسيرته والفكر اللي كان يشتغل به. تأثير كبير للراحل سواء كان في الركبي أو الكهرباء، إذ يحتفظ المقربون بصور شتى لإنسانيته وأخلاقياته وتعامله معهم جميعا، وهو ما خلفه اليوم من سيرة عبقة مضمخة بكلمات الوفاء مع التعهد بأن يسيروا على نهجه ويكملوا رسالته. كان أحمد قاسم طبعا مثابة الأب والأخ وكل شيء، كان السند للركبي، وهو طبعا يعني صاحب الفضل على العراق بهذه اللعبة، هو يعني عراب الركبي. ندعيله إن شاء الله بالرحمة والغفران. له تأثير جدا قوي على في نادي الكهرباء وعليه شخصيا كصديق شخصي له، لأنه أحمد قاسم رجل اشتغل بنادي الكهرباء منذ 2002 ولحد وفاته، وترأس أكثر من لجنة، أشرف على أكثر من فريق، كان له دور مميز بنادي الكهرباء. وأكيد إحنا خسرناه كأصدقاء وخسرناه كرياضي ملم بعمله. أحمد قاسم يودع الحياة ولكنه يبعث من جديد عندما نرى صورته ومواقفه تتجسد بكلمات المقربين مع أمنياتهم بأن يكون آخر المودعين. عدي حاتم، العراقية الرياضية. نشرتنا مستمرة وتتابعون في